أولى ثمار مؤتمر لوزان كان تشكيل اللجنة الأمنية السياسية العليا التي تضم ممثلين عن كل الأطراف، والتي اجتمعت برئاسة الرئيس الجميل في 28 آذار ووضعت برنامجا لتحركها في مجال تثبيت الهدوء، والرئيس دعا أعضائها إلى القيام بإنجازات لأن مصداقية لوزان على المحك. 18 حزيران زار بكفية نائب الرئيس السوري السيد عبد الحليم خدام للسعي إلى تذليل بعض الصعوبات التي اعترضت عمل الحكومة، والرئيس كرامي قال بعد الاجتماع مع خدام إن الخلافات حول موضوع الجيش قد زالت بعدما سويت القضية. وزيارة خدام وغيرها من الاتصالات مهدت لعقد جلسة مهمة لمجلس الوزراء في 23 حزيران تم خلالها الاتفاق على تعيين قائد جديد للجيش هو العماد ميشيل عون خلفا للعماد إبراهيم طنوس، وعودة رئيس الأركان السابق اللواء نديم الحكيم إلى ممارسة عمله، وتعيين أعضاء المجلس العسكري وإنشاء جهاز أمن الدولة وتعيين رئيس لهو.